جاي صعب مش بقول ده بالمرات. فسكت يعني. الزميل كان بيسالني بيقول لي قلت له انا طالب ان شاء الله وقت للتجمعات، طالب مباريات وديه ان شاء الله قبل الاجندات، وان شاء الله بس هنخلص المباراه بتاع جزر الكومن وهنبتدي باذن الله، لان لازم هنتفق على مباراه وديه ان شاء الله قبل القاعات الرسميه في شهر 6 وان شاء الله متفائل يعني باذن الله. وخلينا نتفق انا برضه عشان ده دوركم مهم جدا يا جماعه، مش بقول كده عشان اي حاجه، صدقوني دوركم مهم جدا معانا. فاما تقتنعوا ان المرحله دي صعبه وهي مرحله ان احنا نحقق انجازات بس او نحقق الاهداف بتاعتنا، المرحله بتاعت كاس العالم برضه عايزين نحقق الهدف بكل الصعوبات اللي هتواجهنا وكده، لكن عايزين نحقق الهدف ان شاء الله ونكون موجودين في كاس العالم ان شاء الله، وده اللي هنعمله ولازم نبقى كلنا مع بعض ان شاء الله عشان نحقق الهدف. انا مستغرب لقصه محمد النني. ازاي محمد النني امبارح على العشاء بيطلب مني رجاء ان انت توضح الموضوع دوت. قلت له احنا زي ما قلت لكم بالظبط، لان فكري مش هيتغير يعني. قلت له احنا عندنا مهمه دلوقتي وما بنشغلش نفسنا بالكلام ده، وده انا متاكد ان مفيش مشكله من ناحيتك حصلت، وان انت بتحترم المكان وبتحترم الفرقه، وفي نفس الوقت حريص، وفي نفس الوقت ان في مباراتين زي ما حصل في توجو، ان انا قلت مش هقدر العب بال11 هم بعد 3 ايام بالظبط، ولازم اقسم المباراتين ولازم ابقى مريح ناس. وارد جدا ان انت تلاقي محمد النني قطر اساسي، فبالتالي يتاكد الناس ان كلها مخاطرات بتتحقق. بالنسبه لرمضان صبحي يمكن انا مع الدكتور محمد ابو العيله، لكن برضو للاسف ان يعني الناس بتحب تخش في بعض الموضوعات عشان تعمل مشاكل، بل بالعكس ما بتتناولش الموضوعات بايجابيه تصالح اي نادي كبير عنده مهمه، او منتخب مصر اللي هو الاكبر وطبعا هو الاهم بالنسبه لنا كلنا كمصريين. فوجئت ان رمضان صبحي بيتقال ان هو هرب، وان حسام البدري قال له لا اقعد، و مع الدكتور محمد ابو العلا في المستشفى الالماني وعمل اشعه مقطعيه وتاكدت اصابته تماما ان عنده ماسك، وقلنا له طبعا مش هيبقى موجود طبعا معانا، ودي حاجه لكن برضه بيصير موضوعات غريبه جدا. مهم جدا ان اللاعب يبقى بيركز في مستواه ومركز مع ناديه ويؤدي بشكل كويس عشان يبقى موجود مع المنتخب، لكن اللاعب اللي بيفضل يعني يتكلم على المنتخب وان هو يشتغل عشان يروح المنتخب وعاوز يروح المنتخب، اعتقد دي بتبقى صعبه جدا يعني. يعني احنا بنشوف كل المجموعه اللي موجوده معانا دلوقتي ما حدش طلع وهو بعد اي مباراه بيلعبها بيطلع بيقول انا عشان المنتخب وانا بلعب عشان المنتخب، ده شيء كويس انك انت تبقى طموح يا كابتن. ان شاء الله مركزين في مباراه بكره ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله ونوفق ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله، لكن ده طبعا حجم وقدر منتخب مصر، وده شيء جيد ان هم رغم انه حصل التاهل في المباراه اللي فاتت لكن ما كانوش راضيين عن النتيجه، وده شيء طبعا جيد زي ما انا بقول، وبيدل ان اللعيبه كلها متحمله المسؤوليه. الناس بمنتهى الشفافيه، حتى انا في اسلوبي ما عنديش حسابات خالص، وحتى لو انا مش راضي عن حاجه حصلت كده بتنتهي خالص. لو في مصلحه الفرقه دي مع اي حد تاني، مع اي حد تاني من كل لعيبه مصر هيبقى موجود هنا، لان انا كمدرب متعود عن كده، اي واحد ليه مصلحه ان هو يبقى موجود وهيخدم المنتخب ده هجيب. حد حسام، طب سؤال برضو ليه علاقه بالكابتن معلش، بس هو سؤال في الملعب يعني، مين قبل مين، النني قبل صلاح ولا صلاح قبل النني؟ لان دي معلومه صدقني انا ما بناقش الموضوع ده لاني ما محتاجش ان انا اناقشه، وقت ما اجي ان انا اشوف هبتدي اشوف السجلات تاني. شكرا يا كابتن.